قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية عمل احتفالية في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون للنازلات الحاضنات وأطفالهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. شارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من أهالي النازلات، وتم توزيع عدد أيضا من الهدايا على الأطفال. قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنازلات الحاضنات والسماح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النازلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم. أحلى مفاجأة صراحة شفتها النهاردة ان انا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حضني وقعدت معهم اكتر وقت ممكن، وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشوا. اشكر السيد رئيس الجمهورية بالمناسبة الجميلة ديت في مناسبة العيد طبعا، ودي حاجة ما الواحد ما كانش متوقعها اللي احنا مثلا يحصل زيارة زي كده وحفلة للاطفال والاجتماع بالام والقعدة الجميلة دي كلها كده. اكيد يوم بيبقى جميل جدا ان انت تعيش العيد مع والدتك وقريبك بشكل عام، فبنشكر سيادة الرئيس جدا وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي اتاحتها لنا النهارده يعني. خلاص كل اللي فات انساه ومن بكره اللي جاي حياتك، ومستحيل في يوم ترفض حياة افضل. انا كنت مبسوطة جدا وما كنتش متخيلة فعلا ان احنا هنقعد الوقت ده كله مع بعض، وان احنا هنقعد من اول اليوم لحد دلوقتي. احنا بقالنا اكتر من 5-6 ساعات تقريبا قاعدين مع بعض. فلا طبعا انا حاسه ان انا حضنه ولادي، ان انا شبعانه من ولادي، على قد ان انا ببقى مفتقداهم وقت الزياره، فانا حاسه ان انا شبعانه منهم، حاسه ان هم في حضني. بشكر وزاره الداخليه اللي هي جمعتنا انا وجماعتي وجابوني من المراكز اللي هي ضم شمل هنا. مبسوطين طبعا، حاجه جميله جدا. كل ام معاها طفل بتتعامل معامله ادميه، طفلها بيتعامل معاملة يمكن مش هيشوفها بره، من كل حاجة بتتوفر للأطفال، من ألعاب، من الحاجات الشخصية بتاعت الأطفال، من اللبن، من البامبرز، كل الحاجات متوفرة ليهم. هتتغير ومن بكرة معك أجمل، ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل. هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. قول للرئيس عبد الفتاح السيسي متشكرة جداً، كل سنة وحضرتك طيب، شكراً على كل حاجة، جزاك الله عننا كل خير. بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة. بجد رئيسنا يا ساند ظهرنا، انت الحامل مصرنا، معاك هنعمر ارضنا وهنعلى اكتر من زمان. ده الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى، ده انت اللي ياما قلتها، تحيا مصر للامام، تحيا مصر للامام.